بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، أحببت أن أخصص هذا اللقاء للإجابة عن بعض التساؤلات التي يطرحها الإخوة الذين يشاهدون هذه الفيديوهات من خلال التعليقات. ولذلك يعني نرجو من أي أخ يجد تساؤلا أو شيء لم يقتنع به أو لديه اقتراح أو لديه سؤال، يمكن من خلال التعليقات تحت الفيديو، ونحن إن شاء الله يعني نحاول قدر المستطاع أن نجيب عن بعض هذه التساؤلات. طبعا في لقاء سابق تأملنا مساكن النمل، وقلنا إن النمل يبني مساكن حقيقية فيها غرف تهوية، فيها غرف مخصصة لليرقات، غرف للمؤونة، فيها شوارع طرق أشبه بأسترادات يمين ويسار، وهناك في الوسط طريق للأمور المستعجلة. النمل أيها الأحبة بارع جدا في تنظيم المرور وفي الهندسة، هندسة البناء، لذلك هو يبني مساكن حقيقية. السؤال الذي وردنا: لماذا تحدث الله عن بيوت للنحل ولكن تحدث عن مساكن للنمل؟ سؤال مهم الحقيقة، وسوف أضيف عليه شيئا، أن الله أيضا أنبأ عن بيت للعنكبوت. لدينا في القرآن سورة النحل ثم سورة النمل ثم سورة العنكبوت، هذه السور الثلاث تحمل أسماء حشرات نعرفها، وكل سورة فيها آية أو آيتين تتحدث عن سواء النحل أو النمل أو العنكبوت. عندما ندقق في هذه الآيات أيها الأحبة نجد تطابق علمي عجيب جدا. النحل أيها الأحبة تبني بيوتا بشكل جماعي، هذه البيوت ليس الهدف منها السكون والاستقرار وأن تحميها من عوامل الجو مثلا، لا، الهدف الأساسي هو تصنيع العسل، لأن النحل بالأساس صمم وخلق وأوجده الله تبارك وتعالى من أجل أن يصنع لنا هذه المادة الشفائية التي أنبأ عنها القرآن في قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. إذن الله تعالى هنا يتحدث عن بيوت بصيغة الجمع، ويتحدث في آية النمل عن مساكن عندما قال: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا، لم يقل بيوتكم، قال مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذا تأملنا في اللغة العربية، البيت هو المسكن، يعني ليس هناك تمييز كبير بين هذا وذاك، ولكن علميا هناك فرق كبير. أنت يمكن أن تبني بيتا ولكن لا تستقر فيه، متى يصبح سكنا لك؟ عندما تسكن وتقيم وتحس بالطمأنينة وقد تمكث لفترة طويلة فيه، هذا هو بالضبط ما يحدث في مساكن النمل. النملة قد تمكث أيام طويلة، تستقر، تبني بيتا مجهزا ضد المطر
ضد عوامل الرطوبة، ضد الحرارة الزائدة، ضد العواصف لتستقر فيه. ويمكن أن يستمر سنوات هذا المسكن، هو سكن لها، تسكن تستقر. أما النحل لا تبني مساكن لتستقر فيها، هي تبني بيوتا لتخزين هذا العسل لتأتي أيها الإنسان وتستفيد منه. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بنا. فلا نعرف أن هناك نحل يمكث ويستقر ويعيش، سيموت إذا مكث طويلا. النحلة لا تمكث طويلا أيها الأحبة في بيتها، دائما تخرج وتجمع الرحيق من الأزهار وتجمع غبار الطلع وتجمع الغذاء، وهي في حالة عمل مستمر. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، بيوتا لم يقل مساكن، بيوت وسائل تعيش فيها وتخزن الطعام، ولكن ليست من بهدف الاستقرار مثل النمل. لذلك قال ادخلوا مساكنكم، للنمل، بينما للنحل قال بيوتا. دقة علمية مذهلة. في سورة العنكبوت لم يتحدث عن بيوت ولا عن مساكن، إنما تحدث عن بيت واحد وحيد. قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، يتحدث عن هؤلاء الملحدين الذين اتخذوا الغرب وليا من دون الله، اتخذوا هذه التكنولوجيا المتطورة وليا من دون الله. هؤلاء مثلهم كما قال تعالى كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، بيتا واحدا وعنكبوت واحدة. هل رأيتم أيها الأحبة مئات العناكب تساهم في بناء بيت؟ لا يوجد هذا في الطبيعة. نحن نعلم، انظروا الفيديوهات على الإنترنت لبناء بيوت السبايدر العنكبوت، فتجد أن العنكبوت بمفرده لديه قدرة على بناء بيت بهدف الاصطياد، ليس للسكن وليس للاستقرار وليس ليحميه من عوامل الطبيعة، لأن هذا البيت ينهار بسرعة. إذن أنا الآن أود أن أتساءل وأطرح هذا السؤال على بعض الملحدين الذين يشككون بهذا القرآن. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأمي الذي يعيش في صحراء في ذلك الوقت وكان همه فقط أن يقول الناس لا إله إلا الله، والسور الثلاثة هذه نزلت في مكة، سورة النحل والنمل والعنكبوت هي سور مكية نزلت في بدايات الدعوة، يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يراقب ليعرف أن النحل لا يمكن له أن يبني بيوت إلا ضمن جماعات؟ لا توجد نحلة تبني خلايا، تتعاون مئات بل آلاف النحلات على بناء هذه البيوت. هل راقب عالم النمل وهو يبني ليقرر أن هناك مساكن متعددة؟ وبالفعل لا توجد نملة تبني مسكن، بل مجموعة من النملات تبني مساكن. لذلك جاءت صيغة الكلمة هنا بالجمع، مساكنكم، بينما في سورة النحل بيوتا أيضا في الجمع، بصيغة الجمع. ولكن إذا رأينا أي عنكبوت نجد أنه يعيش وحيدا، لا تعيش العناكب في جماعات أيها الأحبة ولا مجموعات، تتقاتل. حتى إذا أحد علماء بريطانيا أرغم 10,000 عنكبوت على العيش في مساحة ضيقة، فقتلت بعضها وبقي عنكبوت واحد في نهاية المطاف. لا تستطيع أن تعيش، حتى الأم تأكل أولادها أو الأولاد يأكلون أمهم. طيب من الذي أنبأ هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام
بأن العنكبوت هو وحيد يبني بيتا واحدا، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت واحدة اتخذت بيتا. معظم البيوت التي تبنى من قبل العناكب تبنيها الأنثى وليس الذكر النسبة العظمى. وفي عالم النحل الأنثى أيضا هي التي تقوم بكل شيء تقريبا، وفي عالم النمل أيضا الأنثى هي التي تقوم. لذلك استخدم في هذه السور الثلاث صيغة المؤنث، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي مؤنث. قالت نملة، قالت مؤنث، كمثل العنكبوت اتخذت، تاء التأنيث هنا مؤنث، اتخذت بيتا. إذن يعني بالله عليكم من يستطيع أن يميز هذه الأمور العلمية الدقيقة جدا والتي نحن اليوم كثير من الناس يجهلونها؟ يعني كثير من الناس لا يعرف أن العناكب لا تعيش في جماعات، هذه معلومة حديثة نسبيا يعني. فكيف علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ إن هذه السور الثلاث وهذا الحديث عن هذه الحشرات يعني له إعجاز مذهل أيها الأحبة. لو طورنا أيضا السؤال وتحدثنا عن عالم الذباب، عالم الذباب لا يبني بيوت ولا يبني أعشاش ولا يستطيع بناء ذلك، لذلك القرآن لم يتحدث عن مساكن للذباب. كان من المنطقي إذا كان القرآن أساطير كما تدعون أو يدعي الملحدون، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من هنا وهناك، لماذا لم يتحدث عن مساكن للذباب أو للبعوض؟ لأن هذه الكائنات أصلا لا تبني وليست بحاجة لبناء مساكن أو بيوت أصلا، لأن تصميمها مصممة لتعيش فترة قصيرة وتتكاثر بسرعة، ولها دورة حياة لا تتطلب منها أن تبني بيوتا. سبحان الله. طيب أيها الأحبة، هناك سؤال حقيقة، في اللقاء الماضي تحدثنا عن إرضاع الطفل وأن هناك خلايا جذعية بالملايين أو بالمليارات إذا كان عدد الرضعات كبيرا تنتقل لهذا الطفل من الأم مع الحليب. السؤال، كيف يتم هضم هذه الخلايا الجنينية وكيف تنتقل إلى الدماغ وإلى الأعصاب وإلى القلب وإلى كذا؟ الحقيقة أيها الأحبة العملية معقدة جدا، ليست بهذه البساطة. للأسف علماء التطور يدعون أن كل شيء يأتي بالمصادفة ويصورون لنا الأمور بشكل بسيط جدا، فجأة قرد يتحول إلى إنسان. الإمكانيات التي لدى الإنسان، قبضة اليد فقط هذه، إذا أردنا أن نتحدث بقوانين التطور تحتاج إلى مليار سنة لتتطور، ولن تتطور بهذا الشكل إذا اعتبرنا. لذلك هناك باحثون صينيون قاموا بنشر بحث على مجلة بلس ون التي تدعم التطور والإلحاد، ونشر هذا البحث الذي يقول بأنه لابد أن يوجد مصمم وهو الله لقبضة اليد، لأن الحركات التي تستطيع القيام بها، رسم وكتابة وعزف وبناء وتحكم بالكمبيوتر وغير ذلك من المهن التي يقوم بها الإنسان، النجارة، الحدادة، هذه الأعمال يعني تقوم بملايين الحركات، لا يمكن أن تكون قد جاءت نتيجة قوانين التطور. هذا البحث أيها الأحبة بعد أن نشر تم حذفه خوفا من تأثر الملحدين واعترافهم بوجود إله، فحذفوه تماما، لا يوجد لديهم أي مصداقية علمية أيها الأحبة. هكذا وضع الملحد.
عندما تعجبه الحقيقة العلمية يتمسك بها، ولكن عندما تأتي الحقائق العلمية ضده يحذفها ولا يعترف بها. لذلك نجد تأتيني كثير من التساؤلات، يقولون أين رابط البحث الذي تتحدث عنه؟ أين التوثيق العلمي؟ لأننا نناقش بعض الملحدين ودائما يطلبون التوثيق العلمي. وأنا أقول أيها الأحبة، الملحد الذي ليس لديه قدرة على البحث على الإنترنت لن يكلفه سوى إدخال بعض الكلمات، يعني يمكن أن تكتب خلايا جذعية وتكتب رضاعة طبيعية فقط وكلمة دراسة study، ستخرج لك عشرات الأبحاث من التي نتحدث عنها. ما هو الداعي؟ كلما تحدثنا بكلمة يقول لك أين المرجع؟ هذا أسلوب للهروب أيها الأحبة من مواجهة الواقع. أين مستنداتك؟ نحن نتحدث عن حقائق علمية موجودة، أي إنسان يستطيع أن يبحث، لأنه من غير المعقول كل كلمة نتحدثها يجب أن نرفقها بكمية من المراجع والدراسات والأبحاث وأسماء علماء. هذا ليس أسلوب، نحن نتحدث عن حقائق علمية موجودة ومنتشرة. لذلك أنصح كل أخ يناقش الملحدين أن يقول له ابحث أنت عن رابط الدراسة، ليست مهمتي أن أبحث وأقدم لك كل شيء مربوطا باسم العالم والدراسة والمختبرات وسنة النشر وكذا وكذا، لأننا إذا كنا سنتحدث في مدة ربع ساعة سيصبح لدينا حديث مدته ساعة مثلا مليء بالمراجع والكذا. بالأفلام الوثائقية التي تشاهدونها سواء من قبل ناشونال جيوغرافيك أو ناسا أو هذه البي بي سي، هل رأيتم أحدا يضع لك كل كلمة يضع مراجع وروابط وكذا؟ لماذا؟ لأننا نتحدث أيها الأحبة بمعلومات واضحة وأنت تستطيع من خلال الإنترنت أن تبحث عنها. ففي اللقاء أحد اللقاءات السابقة تحدثنا عن أن شفرة الأم تنتقل إلى الطفل الرضيع، وبالتالي يصبح لديه تشابه في يعني بالمورثات بينه وبين التي أرضعته حتى لو لم تكن أما له، وبالتالي ينبغي أن يحرم زواج هذا الطفل من هذه الأم عندما يكبر بسبب احتمال أن يكون هناك أمراض مناعية أو أمراض وراثية لأنه أخذ شفرتها الوراثية. فالسؤال كيف يمكن هضم هذه الشفرة؟ نقول العمليات معقدة جدا، وهذه الخلايا الجنينية خلايا تدخل عبر الجهاز الهضمي ثم تنتقل إلى الدم. طبعا الآليات تحتاج إلى وقت طويل لنشرحها يعني علميا، ولكن هي تنتقل عبر الدم ثم تذهب لتساهم في تشكيل أعضاء الجسد. يعني هناك خلايا تذهب مباشرة عبر الدم، الدم يصل إلى الدماغ، والدم طيب كيف يذهب السكر مثلا إلى الدماغ من خلال تناول وجبة الطعام؟ كيف يذهب الكالسيوم؟ كيف تذهب هذه المواد المغذية؟ هناك خلايا جنينية الله أعطاها القدرة على الوصول إلى خلايا الدماغ وصنع خلايا جديدة، ونفس هذه الخلايا تنتقل إلى الكبد مثلا لتساهم في تنمية وصنع خلايا جديدة في الكبد، لأن الطفل عندما يكون صغيرا تكون الأجهزة في حالة نمو وتطور كما تعلمون. الشيء الثاني، قلنا إن هناك جسيمات دقيقة ميكرو RNA وليس DNA. كثير من التعليقات يقولون DNA، هي RNA ميكرو RNA. هذا RNA كما تعلمون مسؤول عن عملية انقسام الخلية وانتقال الشفرة من خلية إلى خلية جديدة. لذلك هذا RNA الميكرو يعني الصغير جدا، هذه الجسيمات الصغيرة جدا 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 تخترق
الأغشية، أغشية الجسم، وتدخل عبر الأوعية الدموية وحتى تنفذ عبر خلايا الدم وعبر سوائل الجسم، وتصل إلى أماكن التي يتم تجديد هذه الخلايا مثل البنكرياس مثلا، فتساهم في بناء هذا البنكرياس، وتؤثر من خلال شفرة المرضعة صاحبة هذه الجسيمات التي انتقلت مع الحليب إلى هذا الطفل، تحدث يعني لديها قدرة على التأثير على جينات هذا الطفل. طبعا ذات مرة تحدثنا عن الخمر وقلنا إن تناول الخمر يمكن أن يحدث تشوهات دائمة في الشريط الوراثي DNA، كما يعني قلنا مرة، أثبتت الدراسة في دراسة على مجلة الطبيعة. من أحب أن يبحث فليكتب DNA وليكتب كلمة تشوهات وليكتب كلمة خمر أو الكحول وكلمة دراسة، ستخرج له هذه الدراسات أيها الأحبة. فإذا شفرتك الوراثية أيها الإنسان حساسة جدا، حتى وأنت كبير تحدث هناك تشوهات، وإلا كيف تحدث الإصابة بالسرطان؟ الإصابة بالسرطان هي عبارة عن تشوه في جينات هذا الإنسان، خلل يصيب منظومة التي تشرف على عمل هذه الأجهزة، يمكن أن تتضرر نتيجة خمر، نتيجة التدخين، نتيجة التلوث، عوامل كثيرة. الاكتئاب أيها الأحبة يحدث هذه التشوهات في الشفرة الوراثية أو في بعض الجينات، مما يؤدي لتطوير رغبة بالانتحار لدى مثلا من ينتحر، أو يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان. هناك دراسة تناولناها مؤخرا تقول إن الضغوط النفسية الشديدة تؤدي للإصابة بالسرطان من خلال تشويه هذه الجينات أو بعض الجينات. لذلك العملية أيها الأحبة شديدة التعقيد. هناك سؤال آخر يقول ماذا عن حليب البقر؟ يعني الطفل عندما يشرب حليب البقر لماذا لا يأخذ هذه الخلايا الجنينية؟ طبعا أنا معلوماتي لا أعرف ما هو تركيب حليب البقر، ولكن حتى إذا الطفل أخذ خلايا جنينية من البقرة لا يستفيد منها، لأن الشفرة الوراثية الموجودة في هذه الخلايا الجنينية الخاصة بالبقر أو أي كائن آخر تختلف عن الشفرة الوراثية الموجودة لدى الإنسان، عدد الكروموزومات يختلف، بناء الجينات يختلف، لذلك لا يتأثر هذا الإنسان إذا دخلت إلى داخله خلايا جنينية من مخلوق آخر، هو فقط يتأثر مثل الحيوان المنوي. يعني إذا أدخلنا حيوان منوي لذكر مثلا، يعني حيوان معين، في حيوان من جنس آخر أنثى لا يحدث حمل ولا يتأثر. لماذا؟ بسبب اختلاف الشفرة الوراثية وبناء الجينات، تختلف هنا لكل كائن تختلف. وبالتالي يعني هذا كان أحد الأسئلة التي طرحت. بقي السؤال مهم وهو ماذا عن إرضاع الكبير؟ الحقيقة أيها الأحبة أنا اطلعت على بعض الدراسات التي تقول بأن هذه الخلايا الجنينية يمكن أن تفيد الأطفال أو حتى الكبار ولو كان أكثر من سنتين، ولكن التغير الكبير الذي يحدث هو لحد سنتين فقط، الذي يحدث في نظام المناعة خصوصا وفي هذه الجينات وهذه الشفرة الوراثية. وحسب منظمة الأمم المتحدة، وهناك دراسات أجريت على إرضاع الأطفال رضاعة طبيعية، تقول بأنه خلال أول سنتين من المهم
أن ترضع هذا الطفل رضاعة طبيعية من صدر أمه وليس من حليب بقر أو كذا، لأن نظام المناعة لا يكتمل نموه، أو يعني هناك عوامل غير قابلة أن تنعكس للوراء، لا تكتمل إلا خلال السنتين الأول، يعني السنتين كاملتين. لذلك الله تعالى قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. فبناء النظام المناعي بعوامله المختلفة يكون ضمن أول سنتين مهم جدا تستطيع أن تتحكم بهذا النظام المناعي. وإذا أرضعت الأم طفلها خلال سنتين، فيقول العلماء إن ذلك يساهم في وقايته من مرض السكري عندما يكبر، ويساهم في وقايته من السرطان ووقايتها أيضا من السرطان، ويساهم في رفع نسبة الذكاء، ويساهم في رفع نسبة أو نشاط النظام المناعي ضد الأمراض، كما يقيه من الإسهالات ويقيه من أمراض معدية وإلى آخره. فوائد كثيرة جدا جدا. ابحثوا عن فوائد الرضاعة الطبيعية وسوف تجدون آلاف الفوائد أيها الأحبة. هذه الفوائد لماذا تحدث؟ لأن خلال أول سنتين تحدث تغيرات في الخريطة الجينية للإنسان وفي المورثات تبقى معه حتى يموت، فيكتسب نظام مناعة أقوى. وبالتالي فقهاؤنا قالوا إن الإرضاع المحرم يجب أن يكون ضمن السنتين، ويجب أن يكون هناك عدد كافي من الرضعات لكي تتشكل هذه الشفرات الوراثية أو تتأثر أو تتغير. يكون لدينا عدد من الرضعات على الأقل 5 حسب أحد الأقوال. وبالتالي بعد سنتين هناك فوائد وهناك تأثير، ولكن ضعيف جدا، أضعف بكثير طبعا. لذلك يعني كل ما يقال حول أحاديث رضاع الكبير أنا بنظري ينبغي أن تبقى جانبا عن المجال البحث العلمي، لأن هذه الأحاديث أيها الأحبة يعني موضع خلاف بين العلماء. منهم من قال إنها حالة خاصة مثلا رضاع الكبير، ومنهم من لم يقر بها، ومنهم من قال يعني خصوصية، ومنهم يعني حتى يعني هناك نوع من يعني يمكن أن نسميه من الخربطة في هذا المجال. لذلك أنا أنصح بعدم الخوض في هذا الموضوع لكي لا تقع فريسة لأولئك المشككين يقولون انظروا إلى أصح الأحاديث عندكم فيها شك. نحن لا نتناول هذه الأحاديث مطلقا، لا داعي لها أصلا، لأنه لا يبنى عليها حكم شرعي وليس لدينا حاجة لها. لذلك نبقيها تأخذ مكانها الطبيعي، قد يكشف العلم شيئا في المستقبل، ولا نتسرع ونكذب أيها الأحبة. لأن يعني والله أنا اطلعت على الكثير من الأحاديث التي صنفت على أنها ضعيفة، وتبين أن فيها إعجاز علمي كبير. لذلك حديث النبي أيها الأحبة ليس من السهل أن تقول هذا حديث ضعيف وهذا موضوع وهذا باطل وهذا كذا، توزع هكذا وأنت جالس متكئ. الموضوع يحتاج إلى دراسة. وأنا بنظري إذا كان هناك يعني في العصر الحديث إثباتات علمية، يمكن حتى لحديث يظن أنه ضعيف جدا أن يكون صحيحا بالإثبات العلمي، مثل الحديث الذي يقول لك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. هذا الحديث يتطابق 100% مع العلم أيها الأحبة، وهذه الحقيقة لم تكن معلومة قبل 100 سنة فقط، لم يكن أحد يعلمها. فلا يعقل أن أحد يأتي ليؤلف هذه الحقيقة العلمية في ذلك الوقت وينسبها للنبي.
لابد أن النبي قالها، ولكن انتقلت عبر بعض الناس الذين يعني علماؤنا لم يثقوا بهم لسبب أو لآخر. وعلماؤنا عندما يقولون عن الحديث إنه ضعيف لا يعني أنه كذب وافتراء، يعني أن هناك راوي أنا أشك فيه، هذا الراوي ربما ينسى، ليس من الضروري أن نشكك في مصداقيته أو في صدقه. أحد رواة الحديث كان ينسى، فكل أحاديثه أصبحت ضعيفة. هكذا يعني علم الحديث بحر واسع، لا نريد أن نخوض أيها الأحبة. لذلك أيها الأحبة، يعني هذا ما استطعنا أن نجيب عنه في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وأن يعلمنا، وأن ينور قلوبنا بنور القرآن. وأنصح كل أخ مؤمن في هذا العصر الذي تعصف بنا الفتن وعصر ظلمات، أن يكثر من هذا الدعاء الذي علمنا الله إياه في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.